طب انت بتقولي من شويه ان اسمك محمود. لا الدلع محمود دلع. طب ليه ما بتحبش تقول اسمك الحقيقي؟ بتكسف. لا ده انت اسمك محمد على اسم الرسول، بتتكسف من ايه؟ في حد بيقول لك حاجه يعني؟ عندك كام سنه؟ انت 14. بتشتغل ايه؟ ببيع مناديل. من كام سنه وانت في الشارع؟ بقالي وانا 6 سنين. من وانت عندك 6 سنين؟ والدك والدتك فين؟ انا بشتغل يوم 10 ايام. امي قاعده في البيت ومعايا اخ بيشتغل معايا اسمه احمد. بتشتغل ايه؟ والدك بيشتغل ايه؟ ابويا فاعل. والدتك ما بتشتغلش؟ لا قاعده في البيت. عندك اخوات؟ عندي 3 بنات و3 صبيان. طب ليه ما بيشتغلوش يساعدوك طيب؟ لا التلاته بنات واحده راحت تتجوز. بتكسب كام في اليوم؟ 25 30. بتعمل ايه بقى بالفلوس لما بتكسب؟ بتعمل ايه؟ انت عندك كام سنه قلت لي؟ 14. دخلت مدرسه او حاجه ولا ما دخلتش؟ مدرسه. في سنه كام؟ بالاعدادي. طب بتعمل ايه؟ بتروح المدرسه امتى وبتروح شغلك امتى؟ انا بصحى الساعه 7 بروح المدرسه بعد الظهر، بروح اكتب واجب واذاكر وانزل هنا مع العصر واروح مع العشاء. يعني انت بتروح مدرستك وبتذاكر؟ قال لك انزل اشتغل وانت هتروح تشتغل من نفسك؟ لا انا بشتغل مني لنفسي، بجيب مصاريف لوحدي. انا بعمل فلوس البيت مصاريف 5 جنيه المدرسه بتاعتي لوحدي. انت مدرستك فين؟ عندنا في غربال. انت ساكن فين؟ في غربال. حد ضايقك قبل كده في الشارع؟ حد اتعرض لك حاجه؟ انا سايبة في ناس سايعه كده بتقول لي تعالى اشتغل معايا وانا المعوره والكلام دوت. انت بتعمل ايه؟ اي ظابط بشوف بطل عاجلي عليه. بتقول الظابط ايه بقى؟ بقول له باشا انت بتقول لي تعالى اشتغل معاه بدل ما اعورك الكلام دوت. في حد قبل كده ضايقك من الناس في الشارع او حاجه؟ سيامة. بيعملوا لك ايه؟ واحد بيقول روح اشتغل، واحد بيقول روح مش عارف ايه. اتحرق. طب حد قبل كده من الظباط ضايقك؟ حد عمل لك حاجه؟ ياما بيشتموا وبيهزقوا وبينفروا.